بعد طول غياب بنشوف منتخب مصر الاولمبي بطل افريقيا الحقيقه في مواجهته الاولى قدام جنوب افريقيا اللي انتهت طبعا لصالح المنتخب بنتيجه 2-0. يمكن نتيجه طبعا في الماتشات دي يعني وانت بتستعد للاولمبياد بتبقى النتيجه مش حاجه عظيمه, مش حاجه مهمه قوي يعني. الاهم هو انك انت تقيس مدى جاهزيه اللاعبين ومستواهم واصل لغايه فين, ترجع حاله الانسجام. طبعا النسخة اللي احنا شفناها نسخة نمرة واحد قدام جنوب افريقيا بعيدة كل البعد عن اللي احنا ختمنا بيه او اللي موجود في ذاكرة الجماهير, الصورة والانطباع اللي تكون بعد بطولة افريقيا. طبعا يعني مش هقدر الوم لا على الجهاز الفني ولا على المنتخب لانه ظروف كانت صعبة جدا الفترة الاخيرة, لكن في لعيبة كتير الحقيقة كانت بعيدة, يعني في لعيبة وفي اسماء كانت بعيدة تماما عن المستوى اللي هي كانت او اللي كانت بتقدمه مع المنتخب الاولمبي او حتى كانت بتقدمه مع فرقها في الدوري. على كل الاحوال ده شيء ممكن يكون مقبول جدا في تجربه اولى. نتمنى انه تجربه بكره ان شاء الله, بكره الحد هيبقى في مواجهه ثانيه هتتلعب في استاد السويس. نتمنى ان شاء الله انه وجه المنتخب وجنوب افريقيا منتخب محترم برضو انه يقدم لنا طبعا صوره تطمننا الى حد كبير جدا, وتطمن الجهاز الفني وتطمن اللعيبه نفسها على قدرات منتخبهم قبل ما ان شاء الله يسافروا على طوكيو. هو بالمناسبه في كمان ان شاء الله ماتشين مباراتين وديتين هيتلعبوا ان شاء الله برضو قبل مشوار السفر قبل ما نروح لطوكيو. اعتقد انه المنتخب محدد ماتشين هيلعب طبعا هيلعبهم في شهر يوليو قبل ما يسافر عشان يواجه اسبانيا يوم 22, ارجنتين 25, استراليا 28, ونتمنى ان شاء الله ان المشوار يكون اطول من كده. خلينا نروح للنادي الاهلي وتحديدا من ملعب مختار التتش. زميلنا شريف شعبان جاهز ان نتعرف على تفاصيل تمرين النادي الاهلي النهارده. مساء الخير يا شريف, اتفضل. شكرا تحت ليك زميلي احمد ولكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان, بالفعل متواجد في تمرين النادي الاهلي اللي بدا في الخامسه مساء. بس الاول قبل ما اتكلم في تفاصيل التمرين والمن خلفي طبعا تقسيمه بيعملها مستر بيتس موسيماني, لازم اشيد بارضيه التتش, حاجه ما شاء الله, حاجه روعه, حاجه تليق باسم النادي الاهلي, ارضيه ولا اروع ولا اجمل. يمكن النادي الاهلي او الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي انشاوا اربع ابراج اضاءه جديده لملعب التتش, حاجه تليق برضو ايضا بملعب التتش من خلف المدرج اللي تم تطوير, ويمكن اعلى المدرج طبعا شعار النادي الاهلي وشهداء النادي الاهلي فوق مدرج التتش, حاجه روعه, حاجه شابوه على الجمال اللي بشوفه او الساده المشاهدين بيشوفوه من خلفي في ملعب مختار التتش. نتكلم بقى في تفاصيل المران. يمكن الساعه 5 كان التمرين, مستر بيتسو موسيماني بدا بمحاضره فنيه استمرت حوالي ربع ساعه اتكلم فيها مع اللاعبين عن مباراه الترجي التونسي وفرجهم على بعض نقاط القوه والضعف عن فريق الترجي التونسي. باذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي في مجموعة المباراتين ونتأهل بإذن الله إلى الدور النهائي. منذ قليل سألت الكابتن سيد عبد الحفيظ عن اللعيبة الدوليين, قال لي لعيبة المنتخب الأولمبي هينضموا بإذن الله في تمرين يوم الثلاث الساعة 10 الصبح قبل السفر إلى تونس, اللي هيكون التحرك في الساعة 1 الظهر. يوم الثلاث هيكون التمرين 10 الصبح ومن بعدها التحرك على طول إلى مطار القاهرة عشان نستقل طائرة خاصة نتجه إلى دولة تونس. بدر بدون قال لي بكرة هيكون موجود في تمرين يوم التمرين بكرة, هيجي النهاردة بالليل بكرة هيكون موجود في السلام. التمرين باقي اللاعبين الدوليين هيكونوا موجودين في تونس باذن الله يلحقوا ببعثه النادي الاهلي. الاصابات يمكن قفشه بيقترب من العوده الى التمرينات خلاص كلها ساعات ويكون موجود باذن الله في التمرين باذن الله وهيسافر باذن الله باذن الله مع بعثه النادي الاهلي يوم الثلاث. يمكن موقف محمد محمود لسه بتتكلم في حوالي 10 ايام او اقل باذن الله. محمد هاني برده مش هيلحق, محمود متولي ايضا مش هيلحق, قال لي هيرجع باذن الله او هيتاهل او هينزل التمرين بعد ما يرجعوا من تونس بإذن الله بسلامة الله سالمين إلى أرض الوطن. بكرة الصبح هيكون في مسحة قبل بداية المران, المران هيكون في الخامسة عصرا. يوم الاثنين هيكون أجازة, يوم الثلاث زي ما قلت لك التمرين هيكون في العاشرة صباحا. دعواتنا ودعوات كل المصريين بإذن طبعًا الله طبعًا. الأهلي بإذن الله بإذن الله إن شاء الله مجموعة شاء الله. بإذن الله ونتأهل بإذن الله. شريف خليني أسألك, يعني أنا بيتهيألي إنه إحنا بقالنا فترة طويلة جدا حتى من الموسم اللي فات ما غابتش اللعيبة عن الملعب لمدة 6 ايام. انت حاسس انه اللعيبة رجع التمرين عاملة ازاي؟ يعني هل الراحة السلبية دي اثرت عليهم بشكل ايجابي؟ حاسس انه اللعيبة وحشها الكرة زي ما بنقول كده, حاسس ان هم في التمرين اكتر جاهزية, اكتر حرص على يعني ان هم يرجعوا لمستواهم قبل طبعا الموسمين الصعبين دول اللي عانى فيهم الاهلي من ارهاق ومن اصابات كتير جدا؟
زميلي احمد، يمكن مستر بيتسو موسيماني ذكي قوي، بدا يسال النادي الاهلي ما خدش راحات من قد ايه. طب المواسم بقى لها كام سنه في تلاحم مواسم ورا بعض، طب مجموع المباريات قد ايه الاهلي في الفتره الاخيره، فلقى النادي الاهلي بقى له سنين كل مبارياته او كل مواسمه بتتلحم في بعض، فقال لك لا لازم يكون في، هيبقى في مع اللاعبين ملل من ضغط المباريات، هيبقى في اصابات كتيره جدا بتحصل، فكان لازم يديهم راحه طويله يفصلوا فيها عن الكوره. ما خفناش من المخزون البدني، هو ما كانش خايف لان هو عارف المعدل البدني بتاع لعيب النادي الاهلي وصل لفين. فزي ما بيقول الراجل كان ذكي في هذه المقوله، الاهلي رجع، اللعيبه رجعه بعد ما فصلت تماما عن كره القدم حوالي 6 ايام، رجعه بتاكل النجيله بلغه الكوره، عندهم مخزون بدني ما شاء الله كويس جدا باين من خلفي، يمكن في تقسيمه بطول الملعب ما شاء الله لعيب النادي الاهلي، ولا اكن في اجازه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مخزون بدني كويس جدا، فصل اللعيبه عن الكوره، فاللعيبه رجعه متعطشه لاجواء الكوره لاجواء المنافسه. حسنا المستر بيتسو موسيماني بدا يعرف تركيبه اللاعب المصري بسرعه، ويا رب باذن الله التوفيق بس يكون معاه، وباذن الله باذن الله هنوصل للنهائي باذن الله، ويا رب باذن الله يكون نجمه من 10 من نصيب النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله باذن الله. بشكرك زميل عزيز شريف شعبان، دي كانت اخبار تدريب النادي الاهلي النهارده من داخل ملعب اتاتش. خليني اقول لحضراتكم انه فرصه، طبعا فرصه للتيم كله، يعني انا بشوف انه الست ايام دول كانوا جزء مهم جدا.